الفريق عمر سليمان بيمثل مصر كلها وشعب مصر كلها، وله دور وطني تاريخي للعرب جميعا، احمد الامم العربيه في وقت كانت احوج ما تكون فيه الى قائد محنك بطل مخابراتي على اعلى مستوى. العالم كله حار فيه كقائد مخابرات، ويكفي شهاده الاخوه الاعزاء الاعداء الاحباء في امريكا ان الراجل الشرق اقوى رجل مخابرات في الشرق الاوسط، بل اكثر من الشرق الاوسط. اللي صوت الجماهير اللي سيادتك سامعها تحت بتعبر عن انتماء عمر سليمان للشعب المصري، وتعبر عن احساس الشعب المصري بألم وغصه، وباحساس كلنا بينتابنا اننا فقدنا زعيم. وانا بقول كاحد الناصريين على ارض مصر انني اليوم ابكي جمال عبد الناصر وابكي زعامة مصر. عمر سليمان كان زعيما، كان قائدا، ولم يرشح نفسه الا بناء على اصواتنا وعلى رغبتنا. انه الان مع الرفيق الاعنى، ولا نتمنى ان يرحمه الله ويتغمده برحمته جزاء ما قدم لامته، ولكن حنكمل المشوار اللي بدأه عمر سليمان. اسمح لي دكتور نور بكر.